يوسف قول لي التدريبات شكلها ازاي في البيت؟ انت الاول كان جري وكان والحقيقه مختلفه، لكن دلوقتي داخل البيت بتعمل ايه بالظبط عشان برضو الناس يتعلموا منك؟ والله يعني انا بالنسبه لي الجري اساس اي رياضه كويس، فانا ودي كان ابويا يعني هو دايما يقول لي عليها ان الجري اساس اي رياضه. تمام. التريد ميل ده كده كده عندك في البيت اساسي، مفيش بتنزل تجري في الشارع كويس، فعلى الاقل نص ساعه في اليوم جري يعني. زي بقى التمارين الارضيه يعني، الواحد بيحاول يعمل بقى تمارين ارضيه، برامج بقى بتيجي وكلها فري ويت يعني بوزن الجسم من غير حديد يعني، مش لازم انا ما عنديش حديد في البيت بس بوزن جسمي، ضغط بقى البطن، البلانكات، حاجات دي كلها، وحاجات رباعي، الحاجات بقى اللي هي القديمه اللي احنا كنا بنعملها واحنا عندنا 11 سنه دي، كنا نقعد نتريق عليها، هي دي اللي بقينا بنعملها، هي دي بقى الاساس، وهي اكتر حاجه خلي بالك انت في الجيم وبالحديد انا بتعب اكتر من السويدي ده اللي هو الفيتنس الارضي ده. اقوى حاجه يعني، اقوى حاجه دلوقتي ده بالنسبه لي اقوى حاجه. رجعنا للبدايات مره ثانيه. القديم بقى. على قديمه ميزانك كام دلوقتي؟ وهل ميزانك فارق طالع ولا نازل؟ بصراحه يعني هو انا ميزاني نازل. نازل ازاي؟ ما هو انا اصلا النوع اللي انا بحرق بسرعه، يعني مش قاعده في البيت يعني، انا معايا مجهود جسمي بيحرق على طول. ايام طبعا لما كنا ننزل تمرين كل يوم ده كان، لا دلوقتي، لا عايز اعرف دلوقتي، لا دلوقتي، لا دلوقتي يعني ميزاني عادي بصراحه، مش شايفه، مش عايز تقول عشان على الهوا كابتن ميدو هيعرف هيبقى في مشكله بعد كده. طبعا فيها مشكله بس لا والله هو انا يعني دلوقتي محافظ على وزني على قد ما اقدر. قول لي بتعمل ايه بالظبط يا عبد الرحمن؟ والله هو يعني الواحد طبعا اليوم متلخبط بسبب الحجر الصحي اللي احنا عاملينه في البيت، بس بحاول يعني اظبط تماريني مع اكلي. طبعا في ساعتين في اليوم تمرين، بس هي دي ده اللي بضيع فيه وقت، ساعتين اساسي بضيع فيه وقت اليوم كله يعني، الساعتين دول بستناهم يعني عشان اتمرن فيهم. ساعتين بتتمرنهم وبتجري على التلفزيون كده تبص على فيلم؟ لا طبعا التلفزيون ده حاجه اساسيه، ده حتى انا بتمرن يعني شغال على التلفزيون. طبعا نفس الكلام.